الحصول على التأشيرة السياحية عبر موقع التأشيرة الإلكترونية. من خلال 3 خطوات سريعة فقط يمكنك إنهاء تعبئة استمارة التأشيرة السياحية. لتقديم طلب التأشيرة السياحية، قم أولاً بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. تحت قسم طلب تأشيرة، اضغط على طلب تأشيرة بدون صاحب عمل. ستجد أمامك صفحة التحقق من التأشيرة المتاحة. اختر الجنسية. حدد إن كنت أحد المقيمين في دول مجلس التعاون. اختر نوع التأشيرة التي تود الحصول عليها. قم بإدخال البيانات في خانتها المناسبة. تأكد من إدخال بياناتك حسب وجودها في وثيقة السفر. بعدها قم بإملاء بعض البيانات الإضافية، ثم ارفق المستندات المطلوبة: نسخة من جواز السفر لمقدم الطلب، صورة مقدم الطلب، وإن وجد مستندات إضافية يمكنك إرفاقها أيضا. فقط تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها كمراجعة أخيرة. يمكنك الآن الدفع بواسطة بطاقتك الائتمانية. ستظهر لك شاشة تبين لك ملخص الطلب. قم بالضغط على التقديم والدفع. بعدها ستحصل على رقم مرجعي لعملية الدفع. قم بالاحتفاظ به للمراجعة. وخلال وقت قياسي ستصلك التأشيرة الإلكترونية على بريدك الإلكتروني، ويمكنك طباعتها واستخدامها عند وصولك للسلطنة. نظام التأشيرة الإلكترونية لتسهيل معاملات السفر والإقامة للجميع.